السلام عليكم. دلوقتي هنتعرف على الواجهة بتاعة نفس وركس. الجزء ده هو مساحة العمل اللي بيتم عرض المشروع فيه. بلاقي هنا أدوات بتساعدني في إن أنا أشوف المشروع من أكتر من جهة. مثلا الكيوب دوت تقدر تقول أنا عايز أشوفه مثلا من التوب، عايز أشوفه من الرايت وهكذا، أو عايز أشوفه من الزاوية. الهوم ده بيجيب لي الصورة الرئيسية، تقدر في أي وقت تختار أي زاوية وتيجي هنا تقول له set current view as home، خلي لي هي دي اللقطة الأساسية أو لما أحب أرجع لها في أي وقت أرجع ليها، تمام. طيب ممكن تيجي هنا وتقول له أنا عايز perspective، يعني المسافات متساوية في الرؤية حتى لو كانت بعيدة أو كانت قريبة. أنا المسافة من هنا لهنا هي نفس المسافة من هنا لهنا، ونفس المسافة من هنا لهنا هي نفس المسافة من هنا لهنا، ما تفرقش إذا كانت قريبة ولا بعيدة. أورثو جرافيك بيخلي الحاجة اللي قريبة منك هي اللي تبقى كبيرة والحاجة البعيدة تبقى صغيرة. زي مثلا ما يكون قدامك عربية أو أتوبيس كبير، فالجزء اللي قريب منك هو اللي بتشوفه كبير والجزء البعيد هو اللي بتشوفه صغير. في أوبشن تبدأ بقى تختار عايز تشوفه الفيو كيوب ولا لأ، وعايز تشوف حجمه قد ايه، سمول ولا اوتوماتيك، وعايز يبقى فيه شفافية ولا لأ. لو انت مش محدد، يعني لو انت شغال يبقى فيه شفافية مثلا، طول ما انت هنا بتلاقي فيه شفافية، اول ما تقرب منه يبدأ ياخد لونه الحقيقي. ولما تعمل تختار اي واجهة يبدأ يعمل انتقال، بس مش لحظة واحدة، لا بينقلك واحدة واحدة، بيبقى في حركة من نقلة لنقلة، تمام. وهيشوف الكومباس بلو ذا فيو كيوب ولا لأ. طيب هنيجي بقى للجزء دوت، هقول له هنا أنا عايز أشوف الأدوات المساعدة. هلاقي عندي إن أنا أعمل زوم بالشكل دوت، إن أنا أعمل أوربت، ممكن تختار عنصر معين وتبقى هو ده الأوربت بتاعك. السنتر تختار السنتر اللي هيتعمل عليه اوربت، هتقول له بان، تبدا تحركه كانك ماسكه بايديك وتحركه. في ريوايند بيبدا يجيب لك كل الفيوهات اللي انت كنت فيها من شويه، بحيث ممكن في مره مرات وانت شغال المبنى بعدت انت عنه فمش شايفه، فتقدر تستخدم امر ريوايند ده بحيث ان انت ترجعه تاني. ممكن تقول له انا عايز اتمشى في قلب المبنى، ممكن تقول له انا عايز اعمل لوك ان انا قاعد وبص يمين او شمال، اب داون زي ما انت عايز شكل ضغط. امر لوك ده هيظهر معانا بعد شويه. لما خلينا في الارسو تبدا تتمشى جوه المبنى. اغلب الاوامر دي هتلاقيها في فيو بوينت، فتلاقي عندك تقدر تشوف الاحوال ديت بأكتر من شكل. عايز تشوف البان، الزوم، وطبعا من خلال البكرة تقدر تقرب وتبعد. تقدر هنا تظهر شكل ثيرد بيرسون بحيث تشوف الارتفاعات هي مناسبة للشغل بتاعك ولا لأ. وممكن تقول له أنا عايز أتمشى في قلب المبنى، ممكن تقول له الشخص دوت مثلا عايز يبقى فيه جرافيتي، يعني فيه جاذبية، فيفضل ينزل لحد ما يصطدم بيه الأرضية ويبدأ يمشي، يدور على فتحة يدخل من خلالها. ممكن يجيب طوبة ويكسر الإزاز ويدخل، تمام. طيب خلينا نكمل وبعد كده هنرجع للحاجات ديت. هنلاقي هنا قائمة هوم، بلاقي هنا حاجات خاصة بالبروجكت، ان انا افتح المشروع، ان انا اعمل بند وميرج للملفات. يعني ممكن يكون عندي معماري غير الانشاء غير الكهروميكانيكال، اجمعهم كلهم في نفس المكان. عندي هنا امر اسمه سيلكت، لو انت شغال في اي امر عايز تخرج منه ممكن تختار سيلكت او تدوس اسكيب. هتلاقي هنا سيلكت اول او سيلكت نون او انفرت سيلكشن بحيث تعكس السيلكت اللي انت عامله. سيلكشن تري بيجيب لك الشجره بتاعت العناصر اللي موجوده في قلب المشروع، الفلور، الدكت، الدور، الكولوم، السنتر لاين وهكذا، كل العناصر الموجوده في المشروع. تقدر تشوفهم ستاندرد او كومباكت في ملفات بدون تفاصيل او بالخصائص بتاعتهم. هنبدا نناقش كل الحاجات بالتفصيل، بس احنا هنا بنشوف بس ايه المكونات بتاعت البرنامج.
تمام. طيب بعد كده الفيزيبيليتي تقدر تتعلم عن عنصر وتخفيه او تظهره. هنا للعناصر نفسها لو في خصائص مثلا معينة، اول ما اعلم على الحاجة يبدأ يجيب لي كويك بروبرتيس او بروبرتيس لاي عنصر انا عامل سيلكت، او لينكات فيبدأ يجيب لي اللينكات الموجودة في قلب المشروع. هنا ادوات مساعدة ليا، كلاش ديتكتيف بيبدأ يجيب لي الطريقة لاكتشاف الكلاشات. في التايم لينير بيبدأ يجيب لي الجدول الزمني بالشكل دوت. في عندي كوانتيفيكيشن الحصر، طيب في بعد كده الفيو بوينت. دي ادوات بتساعدني ان انا اقدر اشوف المشروع بشكل افضل. ممكن اعمل مثلا سيكشن او قطاع في المشروع، في ان انا اشوف اصدر كصورة، في ان انا اسيف كفيو بوينت بالشكل دوت، بحيث وانا شغال في اي لحظة حاب ان انا ارجع لاي فيو فبتساعديه بيرجعني الفيو اللي انا عايزه بالشكل دوت. طيب الريفيو تبدأ بقى ادوات مراجعة، تتعلم مثلا تكست معين، درو معينة، ترسم حاجة. الانيميشن تبدأ تعمل حركة. الفيو تبدأ تشوف تظهر بعض الشاشات وتقفل بعض الشاشات، يعني الفيو كيوب تقدر تخفيه وتظهره من هنا، والنافيجيشن بار كذلك. الاوتبوت لو انت عايز تصدر الشغل بتاعك، سواء هتطبعه سواء هتصدره ان دبليو دي كنسخة احتياطي او نسخة دوكيومنتيشن، اس دي دي دبليو اف لو انت عايز تصدره والناس تراجع عليه، اف بي اكس، جوجل ايرث، ايمج انيميشن، او تصدر كمعلومات اكسل. البيم 360 ده انت كده بترفع المشروع بتاعك اونلاين وتبدأ تشوفه. الرندر الاعدادات الخاصة بالرندر. البيم تراك غالبا مش هتلاقي عندك، ده حاجة احنا بنسطبها عشان ده موقع على النت بنرفع الشغل عليه ونبدأ نراجع عليه وهكذا، فده من الادوات اللي الواحد بيحب يشتغل عليها. البلو بيم ده برضو ادنس انا مسطبها على اساس تصدر الشغل بتاعك ك 3 دي بي دي اف. ده اهم حاجات في واجهة البرنامج. لو دوست على الان هنا هيقول لك نيو، انت هتعمل بقى ملف جديد طبعا بيعمله فاضي خالص، وانت بعد كده تبدأ تقول له ابند او ميرش اوبن. هتبدأ تفتح مشروع من المشروعات، سواء مشروع على الجهاز عندك او بنت 360 او يو ار ال هتديله موقع على الانترنت. هنا هتلاقي اخر مشاريع انت اشتغلت عليها. هنا هتقدر تسيف او تعمل سيف از للمشروع بتاعك، سواء بقى انت عندك سيف ان دبليو اف او ان دبليو دي او اي حاجة انت حاببها. اكس وورد هتصدر بقى 3 دي دبليو اف او اف بي اكس او جوجل ايرث. ممكن تعمل بابلش وتبدأ تختار الاسم والسبجكت والاوثر والبابلش وهتبعته لمين والكوبي رايت وكل المعلومات ديت. وممكن تحدد اكسباير ان هو بعد فترة يقفل نفسه بنفسه، تمام اوكي. هتروح تصدره ان دبليو دي. ممكن بعد كده تعمل برنت تبدأ تطبع، ممكن تبعته من خلال الايميل.